وإلى أبرز أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. ومرة أخيرة مع عامر نائهاب، إليك مرنا. شكرا ليلى، شكرا محمد. والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، الأسكندرية 32-23، مطروح 28-22، بورسعيد 34-24، والإسماعيلية 37-24. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 23، العريش 35-24، طابة 36-24، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 41-28. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 28، أسوان 43-29، الوادي الجديد 42-24، شلاتين 38-27، وأخيرا حلايب العظمى 35 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.